إخوتي هيا ليلو نسايا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعر الله الوطن الملك. الحضور الكريم يطيب لليوم نيابة عن سيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللقاء معكم بهذه المدينة وهذه المؤسسة السجنية والتي تشكل المحطة 14 في مسار القافلة الوطنية للصحراء المغربية المنظمة من طرف المؤسسات السجنية تحت شعار القضية الوطنية انتماء واعتزاز، وهي مبادرة ذات حس وطني تندرج في إطار تعزيز برامج التأهيلية الموجهة لفائدة السجناء وخاصة منها تلك التي ترتكز على تكريس القيم ضمن دعامات الاندماج في المجتمع وكذا لفسح المجال لأطر وموظفي السجون ونزلائها لتجديد التعبير عن تشبتهم بكل شبر من أرض هذا الوطن وعن تعلقهم المتين بأهداب العرش العلوي المجيد ضامن وحدة هذا الوطن واستقراره. اليوم كنعيش احتفالات وصول قافلة الوطنية للصحراء المغربية. هاد القافلة اللي كتضمن مجموعة من البرامج مختلفة بما فيها موسيقى، المسرح، الفن، الأدب، يعني شملت واحد مجموعة من الفقرات المتنوعة بطبيعة الحال بالتشارك مع شركائنا العاديين. والهدف من هاد القافلة وهو إشراك المواطن السجين في هاد البرامج هذا وتعزيز وطنيته ليشارك أيضا في الدفاع عن القضية الوطنية اللي هي قضية جميع المغاربة وهي قضية الصحراء المغربية بطبيعة الحال. فاحنا هاد الإشراك هذا فهو هدفه تنمية الوعي لدى السجين بالقضية الوطنية وثانيا تعزيز وطنيته وتمكينه أيضا من تمكينه من آليات للدفاع عن القضية الوطنية اللي القضية الأولى لجميع المغاربة هي قضية الصحراء المغربية. اليوم كنعيشوا المحطة 14 للقافلة الوطنية الصحراء المغربية هنا بمدينة مراكش السجن المحلي لودايا. جدير بالذكر على أن هذه القافلة الوطنية الصحراء المغربية أنها ابتدت 31 ماي من مدينة وجدة نظرا لاعتبار الزمان والمكان، وغتكون النهاية ديالها إن شاء الله في 6 نوفمبر من 2021 في مدينة الداخلة، واللي غادي تصادف الاحتفالات ديال الشعب المغربي بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة. القافلة الوطنية الصحراء المغربية هو برنامج نوعي قامت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كنافذة من خلاله كيعبروا النزلاء على مدى مصداقيتهم ومدى حبهم ومدى تعلقهم ومدى ارتباطهم الوجداني والحر والكبير بقضية الوطنية وبخريطة المغرب كاملة من طنجة إلى القويرة. يعني وكنلاحظوا هنا من خلال هذه المجموعة من المحطات لاحظنا أن منسوب الوطنية مرتفع جدا، فكافة النزلاء والنزيلات يعني لما كيسمعوا أن المحطة ديال المحطة عندهم في المؤسسة ديالهم أو القافلة الوطنية قريبة منهم فكلهم كيهبوا كيشاركوا يعني بأشعار، يشاركوا مسابقات ثقافية فنية، الفن التشكيلي، دوري كرة، ينخرطوا في دوري كرة الصحراء المغربية، الغناء، الكورال، يعني بكل ما أوتي من المواهب ديالهم كيسخروها في حب الوطن ديالهم وكأداة كيعبروا بها من خلالها أنهم مواطنين سجناء خلف الأسوار. فمن خلال هذه الأعمال الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية كيعبروا بصوت واحد وتيقولوا أنهم مغاربة ولو أنهم خلف الأسوار، إنما أن حقهم الدستوري كيكفل لهم أنهم يدافعوا على بلدهم الحبيب المغرب. شكراً.